بالنسبة لوزير الثقافة بطبيعة الحال شيء يشرفني وشيء يسعدني، ونتصور أني قادر باش نقوم بالمهمة هذه، لأني ولد الميدان وعندي فكرة على الميدان الثقافي عموما والموسيقي خاصة. وبطبيعة الحال إذا كان باش نكون في مكان اللي باش نعاون به وباش نقدم به في هالميدان هذايا، وباش نجيب إضافة لحلوة وتكون إيجابية بالنسبة للميدان الثقافي عموما، أنا بطبيعة مستعد وما عنديش حتى مشكلة. لو يقترحوا عليك تقبل ولا تقبل بشروط وضمانات؟ ليش شنو الشروط وضمانات؟ نقبل ونخدم على رؤى، ممكن الشرط الوحيد اللي فهمه أنه نكون حر في اختياراتي. طبعا حرية تكون زادة مدروسة، ما مش حر فهمت؟ وتكون الهم حاجة بكل صراحة الميزانية بتاع وزارة الثقافة مهمة تسمح يزيدوا شوية هكا يكبروها شوية، لأنه بكل صراحة بالميزانية هذه ما تنجمش تعمل حاجة كبيرة برشا في الثقافة عموما في البلاد. واضح.